تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. فهذا اليوم الجميل اللي هو يوم الخميس الونيس، نهاية أسبوع جميل إن شاء الله، وإن شاء الله كان هالأسبوع أسبوع جميل ومليء بالإيجابية والإنجازات والنجاح لنا جميعا. هذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة الذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع قناتنا المتميزة دائما وأبدا قناة نور دبي، وبرعاية كريمة من مركز دكتور نيوتريشن. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملة. زميلي محمود طبعا لا زال في الإجازة الجميلة، إن شاء الله سيعاود الانضمام لنا يوم الأحد، اللي يحبك الأحد وبيحبونا أكثر لأن محمود إن شاء الله بيكون معنا يوم الأحد. طبعا مثل ما عودناكم بداية إذاعة نور دبي. صحيح يا عيسى، شكرا جزيلا لك. مثل ما عودناكم دائما بداية كل حلقة رح يكون في شكر. أول شيء رح أشكر الجنود المجهولين خلف الكواليس، المخرج المبدع عيسى سبي، شكرا لك على تواجدك معاي وعلى جهودك، أشكرك. وبما أننا قلنا أنا شكرت عيسى، طبعا أنتم بعد حابين أكيد توصلون شكر حق حد، فكيف توصلون هالشكر؟ رح نقولكم قنوات التواصل معنا. للاتصال شوفوا القنوات، أول شيء تتصلون على 600-55-1414. إذا حابين يطرشون رسائل نصية أو مسج على 4006، وبعد موجودين لايف على أكاونت نور دبي وأكاونت هيئة الصحة في دبي على الإنستغرام DHA_Dubai. يعني ما في حجة، عندكم أكثر عن قناة تتواصلون فيها معانا، تقدمون شكر، اقتراح، ملاحظة، كل ما من شأنه الارتقاء بالرعاية الصحية في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص. انزين، طبعا تعودتم بداية الأسبوع نتكلم عن مشروع سلامة، هو الملف الطبي الإلكتروني. إن شاء الله غدا سوف ينطلق المشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد اللي اسمه سلامة، راح ينطلق في منشآت صحية معينة اللي هي تشمل مستشفى راشد، مركز دبي للأمراض الجلدية، عيادات المطار، مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومركز البرشاء الصحي. يهدف المشروع طبعا توفير وقت الطبيب والمريض، تسهيل وصول لمعلومات المريض، حتى المريض نفسه يقدر يصل إلى معلوماته في أي مكان وأي زمان، وأيضا سوف يحسن جودة التشخيص والعلاج للمريض لأن كل معلومات المريض موجودة في مكان واحد، لا يحتاج أن يحمل معه أوراق من مكان إلى آخر. ولكن مثل ما قلنا لكم في المرحلة الأولى من مشروع سلامة رح يكون في منشآت صحية معينة، هيئة الصحة مو بكلها رح تدخل سلامة مع بعض، نطلب من المتعاملين يتوجهون إلى منشآت تعمل بنظام سلامة أشياء معينة. رقم واحد إنه لازم يكون عندهم أوراقهم الثبوتية. ما هي الأوراق اللي نحتاجها؟ بطاقة الهوية، البطاقة الصحية، بطاقة التأمين إن توفرت. أيضا نأمل منكم جميعا التعاون مع الكادر خلال انطلاق برنامج سلامة. أنا مثل ما قلنا هو برنامج جديد وكل جديد له هيبة، الكادر مدرب تدريب أكثر من ممتاز من واقع تجربتي الشخصية معهم، ولكن بعض التعاون يساعد للوصول جميعا إلى برا الأمان. وصدقوني برنامج سلامة بعد يومين أو ثلاثة من انطلاقة لما تستتب الأمور راح تلاقون فرق شاسع، قفزات، كنا قفزنا قفزات في الرعاية الصحية. فشوية تعاون وشوية طولة بال نصل جميعا إلى بر الأمان. انزين، حين بعد تعودتوا أقولكم عن سلامة، بعدين تعودنا نقول عن الدراسة. طبعا نشكر أيضا من يجهز لنا الدراسة كل يوم، شاكرين للمنسقين، يوم المنسق حسني بلاونة، تحية لك يا حسني تسمعنا من مكتب الاتصال المؤسسي في الهيئة. شو تقول دراستنا اليوم؟ تقول التفاعل مع الأبناء قبل الولادة يزيد معدلات الذكاء. أوصت دراسة طبية حديثة أمريكية الآباء والأمهات بالتفاعل مع أطفالهم قبل الولادة حتى يصبحوا أكثر ذكاء. ووجدت دراسة جديدة أن الأجنة يتفاعلون مع أمهاتهم وهم داخل الرحم. وقال واضع الدراسة أن لمس الأمهات لبطونهن يظهر مزيدا من استجابة الأجنة في حركة الذراع
والرأس والفم مقارنة بالتحدث فقط لهم. يعني بنمسح شيء يوم الأم الحامل تلاقون تمسح على بطنها، هذا يخلي الطفل يستجيب أكثر في حركة الذراع والرأس والفم. وللوصول إلى هذه النتيجة أحضر الباحثون 23 امرأة حاملا في غرفة مظلمة، وطلب من بعضهن ممارسة سلوك واحد وهو لمس البطن، فيما طلب من الأخريات التحدث إلى أطفالهن. وتابع الباحثون حركات الأجنة بالموجات فوق الصوتية، ولاحظوا ردود فعل أكبر للأجنة تجاه سلوك لمس البطن. ولكن ليست هذه الطريقة الوحيدة التي يستجيب إليها الأطفال أثناء النمو داخل الرحم، حيث وجدت الدراسة التي نشرت في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم أن الأطفال يتعلمون المهارات اللغوية أثناء نموهم في الرحم عند قراءة والديهم أو التحدث معهم. ووجدت الدراسة أيضا أن الأطفال الخدج كما الأجنة تماما لديهم فرصة في تعلم المهارات اللغوية والقراءة إذا قام أحد بالقراءة بجانبهم. طبعا هالدراسة، في دراسات قبل بعد طلعت بخصوص نفس الموضوع، لما ينصحون الأمهات أنهم يتكلمون مع الأطفال في الرحم، يعني الأم بعدها تكون ما ربت الطفل الحين في الرحم، تتكلم معه، تقرأ له، حتى ممكن تقرأ القرآن، بعض الأدعية، تتكلمين معه كأنه فعلا موجود. في فعلا وايد دراسات أكدت أنه حتى يساعد في النمو العقلي للأطفال، يعني يطلعون أذكى من غيرهم ويتعلمون الكلام أسرع لأنهم تعودوا على الكلام في رحم أمهاتهم. فهذه تحية لكل الأمهات، سواء كانوا أمهات سيكونون أمهات أو في مرحلة الحمل أو عندما الله يحفظهم عيال، الله يخليكم عيالكم إن شاء الله، تواصلوا مع أبنائكم. فالتواصل مع الأبناء هو سر العائلة السعيدة، وجهة نظري متواضعة. لما الأم والأب يتواصلون مع أبنائهم، والتواصل يا جماعة ليس في عدد الساعات، من وجهة نظري كأم ليس في عدد الساعات، في نوعية التواصل. لما نقعد مع ولدي ساعة بس تكون مثل ما نسميها quality time أو وقت مميز مع طفلي، أتواصل معه، أتكلم معه، أسمع له، ألعب معه، فهذا يساوي عشرات الساعات بمجرد الجلوس جنب طفلي وأنا ماسك التليفون. فخلونا نتواصل مع أبنائنا، أنا فعلا يساعد تطوير شخصياتهم، تطوير نموهم العقلي، يصبحون أطفال أذكى. أوكي أمهات، نباهم تكون معنا. إنزين نروح للإنستغرام عشان ما نهمل قناة التواصل الإنستغرام. سمعت صوت منو دكتورة وفاء عايش طبعا معي في الاستوديو. إنزين نشوف. صباح الخميس الونيس، هذا متابعنا بازوكا، شكرا يا بازوكا. نشوف منو بعد. أوكي بازوكا يقول سئل حكيم عن أفضل نصيحة يمكن توجيهها للشخص المتردد، فقال افعل ما تشعر في أعماق قلبك، افعل ما تشعر في أعماق قلبك بأنه صحيح، لأنك لن تسلم من النقد في كل الحالات. صح لسانك يا بازوكا. إنزين ماي ذهب I think، أسف الاسم قاعد أقرأ غلط، منورين دكتورة ندى ودكتورة وفاء، ولهت عليكم حبيبتي، شكرا شكرا. منورة حبيبتي ثريا، وحدة اسمها خوالي، معجبين موجودين يا ثريا على الانستغرام. علوم البنت لي يا دكتورة، والله ما عندي بنت لي. يا بندر عندكم بنت؟ من عنده بنت لي؟ ما حد. انزين هذا على اكاونت نور دبي، نشوف اكاونت هيئة الصحة. السلام عليكم. عليكم السلام. انزين خلوني اقرأ لكم رسالة ايجابية لليوم. شو رسالتنا الايجابية تقول؟ لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموع المفاتيح هو المناسب. كم واحد منا يكون عنده مجموعة مفاتيح ولما بيفتح باب دائما يلاقي آخر مفتاح هو اللي بيفتح هذاك الباب؟ فهذه الرسالة إن إحنا ما نيأس، لو جربنا أكثر عن طريقة وما نجحنا فيها، ما بنقول فشلنا، ما نجحنا فيها، بالعادة يكون نجاح في آخر الطريق، في آخر الممر، أو في آخر مفتاح. طبعا ما نيأس أبدا، أو شيء نحن مسلمون، ولا نيأس من رحمة الله، ولا نيأس من المحاولة. صحيح ولا لا يا عيسى؟ صحيح، حتى عيسى يقول صحيح. إنزين نطلع فاصل، وعقب الفاصل نتلاقى مع الجميلات اللي عندي هنا في الاستوديو، فلا تذهبوا بعيدا، فاصل ونواصل. صحة وسعادة. ورجعنا لكم لنواصل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. تعتبر التغذية العلاجية من التخصصات المهمة في المؤسسات الصحية، والتي تتداخل طبيعة عملها مع مختلف التخصصات الطبية الأخرى.
بل وتلعب دورا فاعلا في تسريع عملية الشفاء للمرضى وتفادي المضاعفات السلبية للمرض. الحديث عن إدارة التغذية العلاجية وأهدافها ومهامها وأهمية الدور الذي تقوم به في المؤسسات الصحية والمبادرات التي أطلقتها لخدمة المرضى والمجتمع المحلي، يسرنا يكون معنا في الاستوديو كل من الأستاذة وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، والأستاذة ثريا التميمي أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي. صبحكم الله بالخير يا الجميلات، نورتوا الاستوديو. نور فيكي. صباح النور. الله يخليكم. انزين، طبعا بعد ما قلنا هالمقدمة الجميلة، الناس تسأل تقول ما هي التغذية العلاجية أو شو يعني التغذية السريرية؟ صباح الورد، وبيسعدنا أن نكون معك ندى. شكرا. دائما التغذية العلاجية هو طبعا احنا عندنا جزئيتين، جزء تغذية مجتمعية وتغذية علاجية او سريرية. التغذية العلاجية هو انك تعملي نمط تغذوي للمرض الخاص، يعني لكل مرض في حمية غذائية تعالج المرض الموجود، سواء صحيح. كان سكري، امراض قلب، امراض كلى، امراض كبد، كل الامراض اللي ممكن تدخل فيها التدخل الطبي، لانه في عندك علاج طبي، والعلاج الطبي هذا يجب أن يتماشى مع العلاج التغذوي. صحيح. حتى لا يكون، تعرفي أنت دكتورة وعارفة، لما بيكون في عندك أحيانا مثلا الوفرين دايت اللي هي للناس اللي عندهم أمراض القلب، في حمية خاصة في بعض الأدوية لازم تعطى. صحيح. إذا أعطيتي بعض أنواع الأغذية ممكن زي البوتاسيوم وكذا يؤذي المريض بدل ما يفيده، وبالتالي التغذية العلاجية هي الغذاء العلاجي الذي يتماشى مع الحالة المرضية للمريض. التغذية المجتمعية وهي اللي بتكون فيها النمط الصحي، بمعنى أنه قبل ما يدخل في الحالة المرضية يبدأ اتباع نمط غذائي محسوب الصوديوم، البوتاسيوم، الفوسفور، السعرات الحرارية، الكربوهيدرات، الدهون على حسب الحالة المرضية. بيكون في البري اللي هو قبل اللي هو هذا دور الرعاية الصحية الأولية، اللي هو النمط الصحي السليم للوقاية من الأمراض والدخول في السكندري والتيرتشري اللي هي الجزئية الثانية والثالثة. طبعا عندك بعد هيك أيضا عندنا الرهاب اللي هو العلاج التأهيلي اللي بيكون بعد ما الشخص مثلا عندك البارياتريك، الناس اللي بيعملوا العمليات تحويل المسار والتكميم وغيرها، هدول بيكونوا في البداية على نمط غذائي كتير دقيق. بعد ما يخلصوا من الثلاث أسابيع أو الشهر المخطوطين في النمطية في تأهيل لهم. نفس الشيء الناس اللي عندهم ستروك، الجلطات الدماغية، الجلطات الدماغية بتكون بيكون عندهم بالمستشفى. صحيح. نمط غذائي خاص. لما بيطلعوا برا المستشفى بده يرجع لحياته الطبيعية. فبيكون عنده نمط مختلف ولكن يتماشى مع الحالة المرضية الحالية اللي موجود فيها. وبالتالي إن شاء الله أكون بهالوصف قدرت أني أنا أوصل ممتاز المعنى. يقول أبو بكر، يقول ما ممكن اسم الدكتورة اللي تتحدث عن أمراض القلب والتغذية؟ هاي أستاذة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي، ونتكلم اليوم عن التغذية السريرية والتغذية العلاجية والفرق بينهم، وبالإضافة لمبادرات هيئة الصحة. فكن معنا، طوّفت أول حلقة بس كمل الحين باقي الحلقة معنا. إن شاء الله. إنزين دكتور فاء، إحنا ممكن الحين نقول مثل ما ذكرت التغذية السريرية أو العلاجية اللي تتم خلال المستشفى، أن كل مرض يكون له علاج. شو أهم ما أهم أهمية التداخل ما بين التغذية العلاجية وغيرها من التخصصات الطبية داخل المستشفى؟ شوفي الآن العلم والممارسات العالمية اللي ولله الحمد إحنا منطبقها بهيئة صحة دبي هو عبارة عن تيم وورك، هو فريق عمل. يعني عندك أخصائي التغذية العلاجية بيكون بالراوند بالمرور على المرضى مع الطبيب، مع العلاج الطبيعي، مع الفريق العمل، التمريض، مع كل فريق العمل. ويتم دراسة الحالة المرضية حتى يتم وضع التشخيص الطبي، وبالتالي وضع الحمية الغذائية التي تتماشى مع وضع الطبيب. فدور أخصائي التغذية العلاجية بالمرور الطبي الصباحي دور مهم جدا، حتى يكون ماشيين على نمطية واحدة دكتورة ندى. وبالتالي بيكون عندك أولا يعني انسي انه كمان بينكتب بالفايل تبع المريض، وهلا كمان مع سلامه حتكون الامور احلى واحلى باذن. صحيح. الله بيكون في سهوله وانسيابيه في عمليه معرفه الحاله المرضيه للمريض بكل تفاصيلها. ان شاء الله بيكون عندك
وصف كامل للمريض. يعني الطبيب عارف أخصائي تغذية شو كتب، أخصائي تغذية عارف شو الحالة المرضية. صحيح. إذا في الفيزيوثيرابي، يعني مثلا خلينا أقول لك الكبار السن، كبار السن في شغلة سبيش ثيرابيست اللي هو اللي بيعالج النطق والبلع، بيكون الأخصائي العلاج الطبيعي للمتخصص في البلع بيكون عامل التحليل. هون كتير مهم لإلنا نعرف هل هو ستيج 1 مرحلة أولى تانية تالت، لأنه كل مرحلة في له تغذية معينة، هل هو سائل، هل هو خفيف مائل إلى الكثافة، يعني لازم يكون متكامل. صحيح. يعني معناها دكتور أوفاء مثل ما ذكرتي إن قسم التغذية العلاجية يساهم في وضع الخطة العلاجية، وليس فقط الأكل، الخطة العلاجية الكاملة للمريض. نعم نعم ممتاز. نعم. في عندنا سؤال هنا على أكاونت الصحة في دبي، تسأل أم زينب تقول هل أمراض التهابات عنق الرحم لها تغذية علاجية خاصة؟ شوفي دائما في شغله بنسميها هلا، في كتير اشياء بتساعد في تخفيف الالتهابات اللي موجوده لدى الاشخاص. كيف؟ بانك بتزيد الاميونيتي، بتزيد المناعه. ففي شغله اسمها مثلا نظام، مش النظام بتاع مضادات الاكسده لتخفيف الوزن، هذا خاطئ. انا اتكلم على بتفعلي انك تزيدي المناعه لدى الشخص بانك تعطيه الاوميجا 3، انك تعطيه فيتامين A، انك تعطيه فيتامين B، انك تعطيه الفيتامين C بدوزز مدروسه حتى تقوي الجهاز المناعي لدى الشخص. ومن ضمنها التهابات عنق الرحم، لانه انت بدك تشربي مي كتير، بدك تتاكدي انه، لانه حتى الانفكشن بدك اياه ينزل. مثلا في عندك بعض الاشياء اللي ممكن تضيفيها زي فيتامين اي، فيتامين بالاكل طبعا، بحيث انه يعطيكي بوست، قدرة. وقوه على انك تحاربي الالتهابات. جميل. في عندنا سؤال يقول كيف اعرف نوعيه التغذيه ومدى تاثيرها على الجسم؟ سؤال واضح دكتور فارو، تبين تسألين أسئلة؟ لا لا، على كامت الانستغرام. هلا خلينا أقول شغلي، هل إذا بيقصد الفحص اللي بينعمل برا إنه والله أنا بالبقلي هذا النوع من التغذية، هذا غير صحيح، وباعتراف كل المؤسسات اللي هو يقول لك الخيار هو اللي زي وزنك أو يمنعك، يعني هذا مع الفحص. احترامي إنه غير صحيح، غير دقيق. خلينا نقول لكن التغذية تكون في شغلة بنسميها احنا البيزل ميتابوليك ريت، اللي هو عملية الحرق لدى الشخص وهو جالس مكانه. صحيح. هاي العملية احنا بنقيسها عن طريق جهاز مثل تبع تخطيط القلب، بيدخل بياخذ الميجرمنتس، بيطلع لك كم نسبه الدهون، المي، انا متاكده انه معظم الناس بتعرفه، ولكن هذا الجهاز بيعطيني القياس الداخلي، خلينا نقول لتوزيع العضل والدهون والعظم والمي في جسم الانسان، وكم يحرق في اليوم. هي واحد. جميل. اثنين، قبل ما يشوف أخصائي تغذية لازم يكون عامل فحص دم كامل، لأنه ما في شخص بيمشي على نظام تغذية هيك. صحيح. ممكن يكون عنده مثلا مقاومة الأنسولين عالية. يعني أنا في إجاني مريض مثلا طوله ما شاء الله جدا طويل ووزنه مش كتير، إذا بتاخدي المعدل تبع الكتلة الدهنية اللي هو الطول على الوزن على مربع الطول بيطلع صحي، لكن بتطلع نسبة الدهون عنده جدا عالية، الدهون المختزنة. صحيح. لما بترجعي تفحصي، لما عملتي فحص الدم عنده الأنسولين ريزيستنس عالي، عنده الكوليسترول عالي، الدهون الثلاثية عالية، وبالتالي يجب أن يكون متكامل. برجع بقول لازم يشوف الطبيب الأول، يعمل فحص كامل طبي عند الطبيب، ومن ثم يحول إلى أخصائي تغذية لعمل النظام الغذائي له. ممتاز. في حد يسأل ما هي بدائل الحبوب؟ أتوقع اللي عنده حساسية من الحبوب أو أنيميا الفول أو شيء. شو بدائل الحبوب دكتورة فاء؟ بدك تقولي بطرية ولا أقول؟ بدائل الحبوب طبعا، الحبوب هي تقع في ضمن مجموعتين غذائيتين، الأولى مجموعة البروتينات والثاني مجموعة الخضروات. وجزء منها أيضا يتداخل في النشويات، يعني لما بتاخذ البازيلا الخضراء هي خضار. صحيح. لكن لما تنشف بتصير فيها نشا. ممتاز. الذرة هو خضار، ولكن لما ينشف فيه كربوهيدرات، يعني نص كوب ذرة بيعطيني حوالي 80 سعرة حرارية. صحيح. فبالتالي هما بين مجموعتين. شو النوع الحبوب اللي هو عنده مشكلة منها يعوض إما بالبروتينات وإما ببعض أنواع، يعني مثلا الفول والحمص، العدس، هذا بروتين نباتي. صحيح. نعطي بديله بروتين حيواني، إما بيض إما لحم إما سمك، يعني على حسب. ممتاز. إذا أنا بسأل سؤال حق ترفع، لما نروح مراكز برع في المولات لاقين في جهاز توقفين عليه ويسوي
تحليل كامل الجسم. المرضى يقولون ما دام في هالجهاز يقيس لي السكر ويقيس لي الكوليسترول ويقيس لي كل هذا وانا واقف من غير واخذ دم، كم دقته وهل ممكن يعوض التحاليل اللي اسويها في العياده؟ لا طبعا لا طبعا لا. اولا في بعض الاجهزه يعني موجوده فور فن، يعني انا بعتبرها تسلايه بس تعطيك قياس يمكن تعطيك بتفيد انك تعطيك يلا معلش انا عندي زياده في هالاشياء خليني اروح عند الطبيب يعني انا يعطيك مؤشر، يعني ممكن هي. انا بعتبرها كمؤشر جيد انك انت تروح، لكن هل هي دقيقه؟ لا مش لا. دقيقه يعني ارقام تطلع لا يمكن الاعتماد لا. عليه في علاج لا. في فقط تعطيك مؤشر عام. نعم وانك روح وشوف اخصائي تغذيه وطبيب ممتاز. اولا طبيب ومن ثم اخصائي تغذيه. ممتاز ممتاز. تسألنا إتش كمالي أو لا حامد يسأل وين أقدر أسوي فحوصات، أو أم زينة بعد تسأل شو الفحوصات اللازمة المفروض أسويها من جهة من وجهة نظر التغذية. شوفي إحنا في عنا لستة أصلاً لأخصائيين تغذية اللي هي موجودة بهيئة صحة دبي، مجرد أنك أنت بدك تروح عند أخصائي تغذية معروفة. إيش بهمني أنا كأخصائي تغذية؟ بهمني أعرف إنه الليبيد بروفايل نسبة الدهون في الجسم صحيحة، صحيح. الأنسول مقاومة الأنسولين، الحديد، اليوريك أسيد، الكالسيوم، الأيرون، الزنك. هلا الحديد والزنك. اكتشفت يا دكتورة ندى إنه كتير من الناس عنا بقول لك أنا شعري بينزل، أظافيري مش مظبوطة. اكتشفت إنه نسبة الزنك عنا نقص الزنك عالي. والزنك ترى الحين صاير دارج دكتورة وفاء، كل حد يجي يعني يقول أبطلب زنك لأنه قالوا مرتبط ساق شعر. فعلًا. لازم. كان بس فيتامين دي، الحين فيتامين دي والزنك استوى. وأنا بفضل إنه ينعمل. وأنا اكتشفت إنه في نسبة جدًا عالية عنا. صحيح. ورجال مش بس سيدات. يعني بتكتشفي انه هم طريقه النمط الغذائي مش مظبوط. طبعا زمان بنحصل عليه الزنك في الاكل دكتوره وفاء. الزنك اعلى شيء موجود طبعا في اللحوم وفي الاسماك، وخصوصا اللي هي السردين، التونه، السالمون، الاسماك الحمراء. الاسماك الحمراء اوكي بس طبعا الاسماك الحمراء دكتوره وفاء دائما كانت تقول ما نكثر منها لان في حمض اليورك ممكن يكون للناس اللي عندهم النقرس مفروض ما نكثر منه. ايه بده يكون على حساب. صحيح. على حساب. نعم. انزين هلا دكتورة وفاء مقدمين برنامج هذا اخونا يوسف. اهلا وسهلا. ام زينب تسأل هل فحوصات الجينية مهمة في التغذية العلاجية؟ شوفي هذا جديد والله لذيذة. أم زينة متابعة شاطرة. متابعة شاطرة. تحياتي لإلك. شوفي هاي لإلك. شوفي الآن هذا نهج جديد في عملية دي إن إيه، وبالتالي عشان أنا أقدر إني أنا أشيك لساته جديد وما بقدر أعطيكي دقته لغاية بيمر. أنا من الناس اللي بحب أشوف الأشياء بعد صحيح. خمس سنوات على الأقل. حتى أعطيكي فعلا نعم هذا صحيح زي ما كان فحص اللي احنا تكلمنا عنه عن التغذية. صحيح. كتير انتشر ولكن الآن كل المؤسسات اللي لها علاقة في الحساسية وحساسية الأجسام عم بتقولك هذا غير دقيق وغير صحيح وغير صحيح 100%. وبالتالي السموحة منك ما فيني أعطيكي 100% أنه صح، ولكن ممكن يعطيكي بعض الـ ممكن بعد. انزين احنا لازم نطلع حين فاصل، نطلع فاصل ونواصل بعدها فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نواصل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. طبعا قبل الفاصل رحبنا بضيوفنا معانا في الاستوديو الأستاذة وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية، والأستاذة ثريا التميمي أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي. تكلمنا عن التغذية العلاجية وأهمها. الحين بننتقل إلى موضوع آخر جميل وحبوبتي عن تطبيق بطوني. تطبيق بطوني تم إطلاقه مؤخرا لرفع الوعي الصحي بأهمية شرب الماء. نتحدث عن هذا التطبيق، شو فكرته، كيف تشجع الأطفال على شرب الماء، عدد المستخدمين وكافة المعلومات بخصوص هذا التطبيق. أنا هخلي ثريا هي اللي هتتكلم عنه لأنه ما شاء الله هي ماسكة المشروع. بس هقول إنه سمكة بطوني أو التطبيق تبع سمكة بطوني سواء كان بالتليفون أو عن طريق قصة لتشجيع الأطفال على
قراءة القصص كانت من ضمن توقيع مبادرة مع شركة نسلي لمعا لصحة أبنائنا، ومن ضمنها وهي طبعا تتكلم عن التغذية العلاجية التغذية الصحيحة للطلاب والنمط الصحي للأهالي وللطلاب على فكرة. منها طلعت انبثقت مبادرة سمكة بطوني، لأنه احنا كتير في اتحاد الأطفال معا لصحة أبنائنا تكلمنا عن التغذية السليمة والرياضة والنشاط وكذا صحيح. ولقينا أن العنصر المي مفقود، الناس ما بتشرب مي لا كبار ولا صغار يا دكتورة. أكيد. وهون حترك الميكروفون لثريا. انزيني ثريا، يلا خبرينا عن مبادرة سمكة بطوني، مدى نجاحها، شو فكرة التطبيق هذا، وبنسألش خلال الكلام. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اسمحوا لي بس أني أشكركم على استضافتكم لهذا البرنامج. ثاني شيء حبيت أصبح للمستمعين الكرام، وإن شاء الله يكون صباحكم بنقاء وصفاء وطهارة الماء إن شاء الله. بالنسبة لمبادرة بطوني، طبعا انطلقت هاي المبادرة في 2016 كانت المرحلة الأولى في 2016 من خلال أسبوع الابتكار. في 2017 بدينا نحن أطلقنا المرحلة الثانية من هذه المبادرة. طبعا هذه المبادرة تخص الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات في المدارس. عملنا نحن اخترنا مدارس معينة، هالمدارس تتنوع بين المدارس الحكومية والخاصة، تتنوع بين البنات والأولاد. في هاي المدارس طبعا اسمحوا لي بس أذكر هالمدارس، كون هالمدارس ما شاء الله كانوا وايد متعاونة معكم ممتاز، وما شاء الله يعني كان تجاوبهم جدا جدا إيجابي وايد جميل. فالمدرسة هي المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي ومدرسة الإبداع النموذجية ومدرسة الجاحظ وبلو بيرد سكول. ممتاز. طبعا هذه في خلال زياراتنا الميدانية لهذه المدارس عملنا ورشة عمل كان من خلالها عدة فعاليات. كان أول فعالية فيها هي قراءة قصة سمكة بطوني، طبعا للتشجيع أولا على القراءة صحيح. ونحن في هذه خصيصا عشان نحرص على أن تكون مخارج الحروف صحيحة وقراءة باللغة العربية الفصحى صحيحة، استعنا بمدرسات أو معلمات اللغة العربية هناك ممتاز لسرد القصة بطريقة صحيحة، ولأن المعلمة تعتبر أقرب شخص للطفل أو يقعد مع الطفل أطول مدة ممكنة خلال فترة الدراسة طبعا، ولها طريقة أصلا في سرد القصة ولفت انتباه الطالب. جميل. من ضمنها بعد نحن طبعا يبنى نسميه الكتاب العملاق الجاينت بوك، كان كتاب عملاق قصة نفسها اللي راويتيهم إياها موجودة في الإدارة العامة مراشد. نعم كانت موجودة هناك وقرتها اللي هي معلمة اللغة العربية، وأنا أحيي معلمات اللغة العربية الصراحة أبدعوا الصراحة في سرد القصص ما شاء الله. تحية لكل المعلمات على جهدهم الجبار. وأيضا كان دور أخصائية التغذية كبير في هذا الموضوع صحيح. طبعا تطرقت أخصائية التغذية إلى أهمية الماء وأيضا مخاطر المشروبات الغير صحية اللي مثل العصائر أو المشروبات المضافة إليها السكريات مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. ونحن نعرف أن الحين ما شاء الله الأطفال أو فئة المدارس طبعا وايد متجهين جدا للمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، فنحن بينا مخاطرها لأنها اعتبرت هم معتبرينها بدائل للماء صحيح. ووجود كان هناك في كل فعالية طبعا عدد الطلاب تقريبا كان 60 طالب، وسبحان الله ما شاء الله يعني كان التحكم والكنترول وايد أوكي ممتاز. ووجود بعض الأهالي وتفاجأنا بالطاقم التدريس يكونوا موجودين في هذه الفعالية ممتاز. أيضا نحن أوردي بعد سوينا توزيع وزعنا لكل طالب هذه القصة. هاي ثريا عم تشرح لهم في المدارس ما شاء الله هذا الطلاب كبير يعطيك ألف حبوها عافية. حبوها كتير لثريا وهي بتتكلم معهم عندها طريقة جميلة. واضح ثريا ما شاء الله من دخلنا على الانستغرام ما شاء الله كل ما شاء الله عليها فمعجبين ثريا كلهم على الانستغرام ما شاء الله. يسموني في القسم عندنا أبلة ثريا يعطيك ألف عافية الله يسلمك. إنزين ثريا تخبرينا
عندك أرقام عن عدد المستفيدين من هالتطبيق؟ كم حتسوى له داونلود؟ كم حتستفاد منه؟ بالنسبة لنا إحنا اللي غطيناهم في المدارس عدد الطلاب تقريبا 408 طالب في هالأربع مدارس. ممتاز. طبعا نحن ويوم كنا نحن هناك اوريدي ما شاء الله يعني الأولياء الأمور واوريدي كانوا طاقم التدريس هيك الساعة هم قاموا بتنزيل هذه البرامج والتطبيقات ما شاء الله يعني كان إقبال كبير جدا. معنا كان في تعاون وكان في إعجاب بهالمبادرة والدليل عدد الطلاب ما شاء الله كان كبير تعاون المدارس وتنزيل الابليكيشن ها او التطبيق ما شاء الله حوالي فوق 160 الف صاروا منزلين من شهر 11 من ساعه ما يعني من بدانا التطبيق 160 الف شخص تقريبا. ممتاز جميل. بس حبيت اذكر نقطه صغيره بس بالنسبه لهذا التطبيق انا اشوف هذا التطبيق ممكن ان بوجود الأم مع الطفل أو مع الطالب أو مع الولي أولياء الأمور اللي هو الآباء مع أبنائهم ولد علاقة بين الأم وبين أطفالها. صحيح. نحن نلاحظ معظم الأطفال عندنا عندهم الأجهزة الذكية طبعا. صحيح. ويلعبون بروحهم ممكن أن الأم تأخذ بشكل سلبي تتلعب طول الوقت وكذي ممكن ما تعرف شو هي اللعبة. فهذه اللعبة أولا الأم هي اللي منزلتها، ثانيا هي المعلومات اللي تحطها هي المعلومات تحطها، ثانيا الكنترول او التحكم عندها. فهالشيء بيولد اولا علاقه بين الام والطفل، حوار بين الام والطفل ومناقشات في هذه الاشياء. صحيح. من ناحيه الام بتكون مرتاحه انه يستخدم تطبيق لصالحه. صحيح. من ناحيه الطفل سعيد ان الام مشاركتنا في شيء هو يحبه. صحيح. فهذا مهم جدا بالنسبه للام وللطفل، وانا ان شاء الله يعني اتمنى ان يكون يعني من هالتطبيقات تكون موجوده عشان الاثنين يستفيدون من هذه التطبيقات الذكيه. زين. متابعتنا تقول محتاجين هيك برامج في الجمعيات النسائيه لنشر هالثقافة بين الأمهات. الجمعيات النسائية نحن أوردي بالنسبة نحن كقسم تغذية المجتمع نغطي جمعية الجمعيات النسائية كلها، جمعية النهضة النسائية في كل فروع دبي. ممتاز. وطبعا ننشر الوعي الصحي بالنسبة للغذاء الصحي، ومؤخرا حتى سايرين جمعية النهضة النسائية في اليسيلي وعملنا التسوق الغذائي وقراءة البطاقة الغذائية. فنحن الحمد لله يعني نحاول أن نغطي جميع الأماكن الجميلة. بتوعدكم ثريا أجيب لكم التطبيق إن شاء الله. إن شاء الله. في شغلة بدي أضيفها ثريا، قولي لهم إذا قعدوا أكثر من 10 دقايق شو بيستوي؟ ترقد السمكة تنام. ترقد السمكة يعني عشان يحفز الطفل إنه هو يتحرك يعني ما يجلس فترة طويلة على الأبليكيشن. في بعد نقطة في التطبيق إن في منبه تختارين التنبيه متى تبين التطبيق نفسه ينبهك انه يشرب الماء، مثلا بداية اليوم عند وجبة الغداء خلال اللعب خلال أداء الواجب. طبعا هاي الفترات لأن اليهال أوردي يبذلون مجهود ولكن ما في تعويض للسوائل. صحيح. وفي تحليل صح ثريا، في تحليل اللي هو التحليل اليوم كم يشرب ماء كم يشرب ماء وهاي الأشياء. ممتاز. يقولون لك لا فضة فوكي أم ظبية، هاي من خوالي 2000. لا فضة فوكي. تؤيد الكلام تؤيد دكتورة. نعم. نفس الأسبوع اللي فات كنت أقول تضحض لغة فصحى. زين. عندنا مستمع أو أسوأ مستمع ما أعرف النك موبايل، السلام عليكم، يقول شو رأيكم في برنامج التنحيف اللي يعتمد على منتجات طبيعية وهو برنامج متكامل، وهل فيها ضرر على الجسم مع العلم إن برامج هاي تكون مرخصة من الجهات المختصة مثل بلدية دبي؟ أعتقد يقصد برامج معينة بس مذاكر اسمها. هاي حلول سريعة ولكن لمدى قصير جدا، يعني أنت بدك الحل الجذري. هلأ ممكن أنت أنا لا أؤيدها بداية لأني أنا بحب أشتغل على الشخص كنمط صحي. صحيح. ملازم مدى الحياة لأنه بيرجع البيت بالآخر بيعيش مع العائلة. صحيح. ولازم يلتزم فيه، ولكن في بعض الناس بيحبوا التشجيع. فإذا أنت بتحس، وعلى فكرة في حالة إجتني مريضة عطيناها الدايت هي وزوجها، زوجها مشي على الدايت، هي ما مشيت على إحدى البرامج هاي. قلت لها شوفي قبل ما نعمل تحليل، كانت عندها زيارة لي امبارح، فبقول لها قبل ما نعمل تحليل أنا متأكدة إن اللي حتكوني فقدتي الماي والعضل وليست الدهون. خلينا نشوف. لما وقفت على الميزان هي نزلت 4 كيلو. اللي نزلتهم فعلا زي ما أنا تكلمت بالضبط. والمقارنة ما قبل وحالي كان واضح جدا. فهي طلعت هيك في زوجها قالت له حمشي على الدايت معك، لأنه هو نزل
صحيح. ونزل بالتدريج. صحيح. يا جماعة الوزن اللي زاد في سنين يبقى له وقت. مهم. يبقى له صبر، ولكن استمتع في الأكل، الأكل صحيح. لذيذ. صحيح. الأكل نعمة متعة. والله. متعة. صحيح. استمتع فيها. صحيح. ولكن بدراسة واتباع أخصائي التغذية وأرشاداتهم. إنزين يقول فطومي تسألنا تقول هلا دكتورة، هل صحيح الجلوكوفاج يساعد في تنزيل الوزن، وهل اللي يبدأ العلاج معاه الجسم يتعود عليه وما نقدر نوقفه؟ Two things. أول شيء الجلوكوفاج ما بيصير يأخذ الشخص بدون مراجعة الطبيب. أولا صحيح. الطبيب يحدد ليه. الجلوكوفاج هو عبارة عن دواء بينعطى بيعطي الطبيب لما يلاقي أنه في مشكلة في الأنسولين. صحيح. وبالتالي أنت لما تأخذه لحالك هيك هذا خطأ. ما صحيح. بيصير إنه إنسان صحيح. ممكن الأنسولين مو بحاجة، هو عنده الأنسولين جيد. صحيح. مجرد إنه يزيد الفعالية يزيد النشاط بيصير الحرق أكتر. صحيح. فما بقدر أفتي في الأدوية، ولكن إحنا كأخصائيين تغذية لا ننصح بالدواء إلا بعد مراجعة الطبيب، وهو الشخص الذي يكتب المخول المخول فقط. لكتابة أي دواء لأي حد. صحيح. إنزين نتكلم الحين عن بعض مبادرات إدارة التغذية. ما شاء الله سألت المستمعين وايد، بس ما علي بنسألها كمان سؤال دكتورة وفاء والأستاذة ثرية. مبادرات وإنجازات والحملات التوعوية اللي قامت بها إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة. هلا في عنا حملات كانت من السنين اللي فاتت، زي الموظف الحكومي المتميز تغذويا، مبادرات في رمضان، مشروع الحقيبة المدرسية، وهذا حتتكلم عنه ثرية لأنه في أشياء جميلة أضيفت له. في عنا غذائك وثقافتك سيدتي، في اللي هو تبعت الماشينز اللي هي الفندنج ماشينز اللي نحط فيها فلوس وتنزل الوجبة، كلها هاي تغيرت وتمت وضع أشياء صحية فيها. في عندك مبادرة اللي حنتكلم عنها غذائي منذ نعومة أظافري اللي هي تبعت عطاء الخير. في عنا صحتك في عيادتي، في صحتك صحة أطفالنا الخدج على عاتقنا، هاي من مستشفى لطيفة نحو عظام أقوية لموظفينا كمان لطيفة، دبي هوسبيتال، مستشفى دبي غذائي دوائي، يومك صحي لمستشفى راشد. في كتير من مبادرة المطعم الصحي اللي هي بالشراكة مع بلدية دبي اللي الآن يتم تقييم المنيو وختم وضع ختم هيئة صحة دبي مع بلدية دبي، إنه هذا فعلاً زي المطاعم اللي تقول الأكل صحي. نعم. لازم الحين احنا اوريدي بدأنا فيها والحمد لله. صحيح. نعم صحيح. ففي كتير مبادرات، ولكن الآن لأنه الوقت أنا بعرف ما حيساعنا، فحخلي ثريا تتكلم على الحقيبة المدرسية لأنها فعلا فيها إضافات أضافوها. دقيقتين بعدين نتكلم عن مبادرات عطاء الخير إن شاء عشان الله. ما يداهمنا الوقت إن شاء الله. بالنسبة لمبادرة الحقيبة المدرسية، نحن نغطي طبعا لفئة من الفئات الفئة العمرية في المجتمع اللي مش من نفسها من 4 إلى 6 سنوات، لا أخذنا السنة الأكبر على أساس أن نقسم المبادرات بيننا. الحقيبة المدرسية طبعا تتكلم، نحن نعرف أن الحقيبة المدرسية مهمة جدا. صحيح. بالنسبة للطالب، والحين الحمد لله انتشر الوعي أكثر، فقامت الأمهات بروحها تحضر الوجبة أو الحقيبة الغذائية والصندوق الغذائي للطفل. مهم جدا أن نحن نرشدهم مكونات الحقيبة الغذائية، وهذا عن طريق المحاضرات وورش العمل اللي صحيح. نحن نقيمها طبعا في المدارس، مدارس دبي طبعا. بالنسبة للحقيبة الغذائية، أول شيء نعلمهم كيف تكوين الطبق الصحي أو مكونات الطبق الصحي اللي تكون في الحقيبة الغذائية. ممتاز. طريقة تحضيرها لازم تكون بطريقة ملفتة. ممكن أنا أحط الـ 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 الأغذية بطريقة بسيطة، ممكن الطفل ما يقدر يأخذها. صحيح. بس إذا أنا سويتها بطريقة ملفتة للنظر، بطريقة هو يحبها كألوان وكهذا، ممكن أنه هو يأخذ الأكل بطريقة منتظمة. صحيح. طبعا غطينا نحن نغطي المدارس اللي موجودة في دبي، وطبعا تكون ورش عمل وتكون محاضرات زائد عرض الطبق الصحي، والبنات والموظفات الموجودين زاهم الله خير يحضرون بروحهم اللانش بوكس ويعرضون على في المدرسة. ممتاز. وأيضا نحن دخلنا أيضا الإذاعة المدرسية، دخلنا الحقيبة الإغذائية في الإذاعة المدرسية على أساس أن نقدر أن معظم اللي موجودين الشريحة الموجودة
في المدرسة كلها تستفيد من هذه المعلومات اللي موجودة في بالنسبة لمبادرات الحقيبة المدرسية. ممتاز. إنزين دكتورة وفار، احنا نتكلم عن مبادرة عطاء الخير اللي تتماشى مع عام الخير. ما هي المبادرة؟ شو فكرة المبادرة وأهميتها والفئة اللي تستهدفها؟ احنا رحنا للمدارس عن طريق الرعاية الصحية الأولية والحقيبة المدرسية، ورحنا للأهالي عن سواء الموظف الحكومي المتميز تغذويا. في فئة كانت منسية وهي الحضانة، ومنتشرة كتير دكتورة ندى. فشو عملنا؟ احنا عندنا في بلدان تعاني من نقص التغذيه، صحيح، وفي احنا بهيئه صحه دبي من ضمن استراتيجيتنا انه الوقايه من الامراض الغير معديه، صح، ومنها السمنه. فعملنا انه اخترنا الان 6 حضانات، عملنا منهج علمي، منهج تعليمي في التغذيه. جميل. يتكون من حوالي 14 درس دروس تعلم، حندرب عليها المدرسات في الحضانة، وغايد للأهالي، دليل للأهالي، دليل إرشادي للأهالي، مقابل إنهم حيشتروا اللي الأطفال. عندنا 1000 طفل حيدخلوا في المبادرة هاي. الأطفال هدول حياخدوا الغذاء زي اللانش بوكس لمدة يوم كامل مقابل مبلغ مادي. المبلغ هذا حيقتطع منه 4 دراهم تشاريتي للخير، يعني خير. جميل. وكل طبعا اتفقنا مع شركة خاصة برا تعملنا الأكل، وأوردي الحمد لله عندنا حوالي 1000 طفل خلاص موجودين. ممتاز. يعني بيطلع حوالي 600,000 درهم تقريبا إن الله راد. حيدخلوا وناخذ ريعه يسلم لي. عندنا الخدمات الانسانيه السيد سالم بلاحج هو الذي سيتم التنسيق مع الشركه، مع الطرف اللي بياخذ الفلوس، ويتم وضع شيك دائما كل فتره. اعطائه لاحدى البلدان التي تعاني من نقص تغذيه. الان شو الفكره؟ الفكره احنا عملنا تضبيط لوزن الأطفال اللي في الحضانة، أكلوا أكل صحي لعدم زيادة في الوزن، فنقصنا الكالوريز، صحيح، وزودنا الكالوريز في مكان تالي للناس محتاجة. ممتاز. وبالتالي دعم مادي ودعم صحي ودعم معنوي، لأنه إحنا عم نعلم الأهالي وعم نعلم المدرسين اللي في الحضانات عن طرق. طبعا عملنا كتير فعاليات، عارفة اللي هي بتاعت الميموري كاردز للأطفال، إنه كلها أكل، صحيح، بحيث إنه يعرفوا شو الأكل الصحي وشو الأشياء الهاي. فإن شاء الله يكون طبعا في توقيع اتفاقية مع شركة، في شركة راعية للموضوع، حتكون تدعم بالاتفاقية مع بتوقيع اتفاقية مع المعالي إن شاء الله، حتى يتم الإعلان عن عطاء الخير. ممتاز. في أكثر عن سؤال دكتورة وفاء على السريع، رح نقولهم كيف ممكن أتواصل مع دكتورة وفاء وأستاذة ميثا؟ كيف ممكن أتواصل معك؟ ثريا، هم مقابل ميثا، هي ثريا. إحنا في صحة دبي. إحنا في صحة دبي. يقول في أي مستشفى؟ في الرعاية الصحية الأولية وفي الإدارة العامة. في الإدارة العامة. أوكي. في حمطرش مسج بس جاب على السريع، يقول السلام عليكم. على كلامكم الفود توليريشن، وقصده فود انتولرنس تيست، فحص غير دقيق. دكتورة فا ما كنت تكلم عن فود انتولرنس، انا ما تكلمته، كان تكلم الفحص اللي يقول لك مثلا سوي فحص للدم ويبين اي نوع الاكل اللي يخفض عندك الاي بي او سي و اي بي و بي، هو هذا مش فود انتولرنس تيست او عدم. شو بالعربي فود انت؟ يعني عدم تحمل، زي الجلوتين، زي اللاكتوز اللي بيمشي عندك حساسيه. اي نعم، صحيح صحيح. انزين، صباحكم ورد، صباحك خير. مس دموع كانت تقول ما في صوت، بس الحين تقول صوت واضح الحمد لله. انزين، شو بعد عندنا سؤال؟ هلا دكتور احمد علي، هلا يا احمد. انزين، اعتقد وصلنا لختام برنامجنا، برنامجكم صحة وسعادة. نشكر الدكتورة فعايش، مدير إدارة التغذية العلاجية بهيئة الصحة في دبي، والأستاذة ثريا التميمي، أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي. شكرا لكم تواجدكم معنا، صراحة كانت جدا جميلة، فعلا كنا فريق نسائي اليوم. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لنا خلال ساعة كاملة على الهواء. إن شاء الله نلقاكم غدا. بس قبل ما أختم أشكر عيسى السبيل، شكرا لك يا عيسى تواجدك معي اليوم، المخرج. وهذا برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، الذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي، وبرعاية من مركز دكتور نيوتريشن. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملة، إن شاء الله تلاقى وياكم يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، ويكون محمود زميلي إن شاء الله معاي. فإلى أن نلتقي نقول لكم دمتم
بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.